دايما متابعة المسابقات وكل الكلام ده، فانا حابة الموضوع مثلا فبس. وكان هما يعني لا بيشجعوني قوي، مش من غير هو لا يقولي مثلا ده كده. وانا برضو كشخصيتي انا ده من اهلي، بس انا كمان شخصيتي انا ما بسمعش للناس، يعني مش بتأثر كلام الناس خالص. طول عمري اللي انا مقتنعة بيه يعني بعمله فبس. فكانت خطوة بصراحة انا اللي خليني مش عارفة اقدم. قبل كده كنت في الجامعة، انا قدمت بعد ما اتخرجت 3 شهور جامعة كندية اعلامي زي ما تفهمي. فبعد ما خلصت كده حسيت ان انا خلاص، يعني انا كنت عايزة بمرحلة في حياتي تبقى ان انا متفرغة عشان ان انا بقدم المسابقة. بس خلصت وكده وقدمت بعديها، بس كانت خطوة طبعا يعني كبيرة في حياتي يعني. ف بس ما طردوش، كانوا خالص بالعكس جدا جدا. ماما اولهم يعني، كان دايما معايا في كل حاجه، مشجعاني معايا خطوه بخطوه، تقول لي مثلا اعملي كذا ده كذا، باخد رايها في كل حاجه. فلا كانت اول واحده مشجعاني بصراحه جدا يعني. بس نفسي اعمل برنامج واسميه صحتك او يعني صحتك، و ده بقى يبقى بيهتم بكل حاجة للست والبنت. صحتها ازاي، تهتم بنفسها ازاي، على طول تحافظ على الرياضة ازاي، تاكل هيلثي فود على طول ازاي، بشرة بقى حاجات طبيعية على طول. بعدين بحب برضه اركز على حاجات طبيعية اكتر، يعني انا في طبيعتي ما احبش تجميل، عمليات بقى تجميل مش عارفه ايه. لا الست والبنت ممكن تبقى حلوه وممكن تبقى كل حاجه بطبيعتها، وان هي تقدر بقى بحاجات طبيعيه على طول طول حياتها. ممكن يعني مثلا احنا في حاجات بنعملها عمليات وكده مثلا مع العجز او مش عارفه ايه الكلام ده، لا انا بقى عايزه اعمل في البرنامج بتاعي ان احنا ان شاء الله نجيب حاجات طبيعيه، بحس ان لما تنتظم عليها تقدر طول حياتها اللي هو بشكل صحي. وطبعا الثقه بالنفس نفسي نفسي، انا بتضايق قوي لما اشوف اي بنت، لان مفيش بنت